sorry. السلام عليكم. ترو جيمينج حضر حفل خاص جدا في مدينة نيويورك بمناسبة اطلاق اللعبة الضخمة Death Stranding، والدعوة وصلتنا من بلاي ستيشن السعودية. الحدث كان مختلف ومميز وليق باسم هديو كيجيما، والترتيب والتنسيق للمكان كان جدا ممتاز ويوضح اشياء كثيرة ومقتطفات من اللعبة، وهو عبارة عن متحف خاص لاستوديو كيجيما برودكشن واللعبة بشكل خاص. وفي بداية الحدث كان في ممر بنارة بيضاء وفي وسطه التمثال المشهور في الاستوديو الخاص بكيجيما. بشكل عام الحدث بين مراحل تطوير اللعبة ويجيب على الكثير من الفضول. كان في رسومات متنوعة لشخصيات ومناطق اللعبة، وكان في رسومات من الجماهير، واحدة منها كانت من فنان سعودي ما شاء الله. في صور كثيرة للمطور مع مجموعة من مؤدي شخصيات اللعبة وهم في مرحلة تصوير حركات الشخصيات، وتم استعراض فيديو بشكل مستمر عن التطوير وطريقة تصوير الحركات، وفي جدار عليه بصمات يد وعليها تواقيع المطورين، وشفنا الزي اللي تم استخدامه لأحد هذه الحركات، بالإضافة المجسم كبير للممثل وبطل اللعبة نورمان ريدس، وهذا المجسم كان خرافي بمعنى الكلمة، ويمكن ما شفنا شيء زيه وبهالتفاصيل من قبل. حضر الحدث مجموعة كبيرة من الممثلين والمشاهير، وأكيد أبطال اللعبة كانوا متواجدين في الحدث. نتمنى عجبتكم جولة الفيديو هذه لزيارتنا، وكالعادة لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة.